سلام الله عليكم أحبابنا، وصلتنا دعوة بطريقة مختلفة هذه المرة، إن شاء الله نفتحها. شوفوا أنا إيش مسجل في المطرقة، ناصر العنبري، برضه الدعوة بطريقة يعني جديدة في عدن، بنشوف كيف هذه الدعوة. ها طيب نقرأ ايش فيها. اها انت مدعو لتشهد تحليقا جديدا، يسعدنا في ناس جروب دعوتك لتتشين توسعت عملنا الاهم في عالم السفريات والسياحة باحدث ايفنت يقام في مدينة عدن في 30 مايو الساعة 10 صباحا، وذلك في ريتسي مول. كن جزءا من الحدث، بإذن الله نلبي الدعوة.